إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللبات بقى لباب غلية تضبية طبن استيعاب وأفهم كي نسكي عن صواق هذا تدريب واحد تدريب ككوباد ضع علامة صواب أو علامة خطأ أما علامة صح صار أما تخرط كسار سؤالها صواب صعودا ثم صحح الخطأ هدي خلت ترى مركها صح أضب الصواب سيا صح أنا مركها قر وحوية مركها وحلى صح يا واحد الفريق الأول مؤيد مؤيد للعورمة لبدي كوحدة صوت ضوضي كوحدة هوري وحي أي سنتي عم تهاجر سنتهاي إن دون خلا يصفر الله يصفر وراه واللي يجي يلا سكوا غفره فهذه صحبة يا هاي اثنين الاستثمار الاستثمارات الأجنبية مالقش الدلال كشيء أي دلك لا قصة مهيان فيها استغلال اقتصادي وحق كتلة كفائديس حق دقالها أو أي ميران يان دقالها كو أجنبي أمال قسن ريان ما صحبا مسوى خلا تاسنوا صح ثلاثة صدح الذين يحبون الغرب كو هير قلبيتك تشعل يدرالك إسلام كمثلا رد شيء يرون وحي أركان ثقافته أقونتر هير قلبيتك وكو تشعل تخلفا ديبو صعب وجهلا يا أقونتره فهو غلط كوة جعل وحوار كان هرمار إني قارين أربعة العولمة أدونك أول إدقي يولا يسكفر أولا يسفر وره أو حبوة لغوك الحرين تتنكر وحي ديدنتها يكسو هرشي دا لبعض الأديان ديمها قار كمي ديدنتها فهو غلط الدين أردن ويكسو هرشي دا عولمة وحي دينة ما أقرأ دين تحدود بوار كان عالم كان حريسة مركا دين با ما أقرأ قبي قدو خمسة في العولمة التهديد وحكو ترى عولمة هي عالميين تي إدقين تأدون كلا سفر أيو يعني حلس با كترتا للعقيدة عقيدة هي دينة إسلام حلس با كترهاي والقيم وحيابها قيمة هي دقن كالصوبان نواقو حلس وارهن ويكسهور جدا فساد با وضطا دقن حمي وضطا تدريب تاني ليس كاللبات أجب كالجواب باختصار سيكوبان عما يلي وحصو صعودا واحد تصور الرئيسة هاتكين من الفقرة الأولى تدعى هوري كلمة كلمتك سوقبو مرادفة لمعنى لكلمة سهل يعني كلمة سهل وواحد نبيل واحد سوقها دا اري كترة حقا هوري او ايسك معنيهين او واحد كترة وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يغفر للعولمة اي تأثير سلبي هل قاسو سودة ونوحوني بأن هذا الأثر السلبي على الهوية يسير وحليه يسير تاسي يسهل واسكمت وواحد نبي يطلبات تضع علمته أي كيري سبيلي ما دام فايدة للأيقو واسور كيان قوة شعل أما كو ابتليسا كالقعال كالرأي قلبات سهل وحلا معنا إرقى سنوكينا يسير وحفظ اثنين ماذا يتمنى محي دوني يانو يشعليهين المفتولون كو ابتلوبي أكد بردعي بالغرب رأي قلباتك لشعوبهم شعب جوده محي أمده هذا الدونيان واحد الدونيان سيدا أي أقاري كري لهايان دتكل طقن كرجال بيتك إيه البحرني ماذا أي وركان في عنتهاي سيدك دقيس أقاري لهم بآدوا في كرام أو طقن كرجال بيتك قاتري يا قن تودوا إليهن قارم على أرك دونا دتكين أو طق ما يصير رأي أوروبا مريخ نقله ثلاثة ما السبب وما هي سببته التي يجعل بعض الناس تلك قار كدغيسه يكرهون ان نعان العولمه عالميين تادون كل سفر ريو
waynu soo marnay qaar waxa uu arkaan diinta in ay tahdiid ku tahay iyo dhaqanka suuban qaar waxa uu arkaan dhaqaalahooda in la meeranayo oo laga faa'iideysanayo saasi u kala duwayeen saanu kuwan soo marnay qaar waxa uu arkaan in dawladaha waaweyn qabsanayaan dawladaha yaryar marka qaar diin ahaan bay u diideen qaarna dhaqaale ahaan bay u diideen qaarna baawar ahaan bay u diideen intabana hadii caawimada la sameeyo way timaadaa oo kuwa awooda badan ayaa muquuniya kuwa awooda yar أربعة هاتي واحد كأنت من الفقرة الثالثة تدعى صدحات واحد كسو صارتا ما يوضح واحد ضيني أن أجر العامل شقالها مشهر كلاسية في بعض البلاد وضرما غار كود قليل إنو يريهي بل كسو صار واحد نصوم مرني إنه هلان أي دونيان شقالة شبن إنه هلان أي دونيان واحد العمالة الرخيصة في البلاد الأقل نموا waxay doonayaan inay shaqo jaban ka helaan dadka dhaqaalahoodu u yar yahay ee maal gashanayaan kuwa shisheeyihi oo dadkii ay shaqaaleen iyo maal lacag yar ay ku qaataan materialkana lacag yar bay ku yeesadaan dabadeedna waxaas waa dhaqaalihii umadii dhigmalasho lagu sameeyay umadii xoogeedi iyo maskaxdeedi iyo maalkii u yaalay baa la meelanayaan khamsa bi ay shay tu'minu albilad ma hay rumaysiin wadamada allati taati minha alawlama ee wadamada ay ka imanayso caawlamadu iyo caalamiyiintu maxay rumaysiin waa kuwa dhaqaalaha iyo horumarka sameeyey waxay rumaysan yihiin calmaaniya wax la yidhaha diin la-aana ay rumaysiin sita haatil min alfiqrati alkhaamisa tuduca sanaad waxaa ka keentaa aad ka soo qaadaa maa yushiir wax tilmaamaya ilaa ana alcawlamata laysa fiiha khayrun lildiin walaa lilumma waxaad sheegtaa tuduca sanaad waxaad ka soo qaadaa ama aad ka soo qabataa shay sheegaya inaana cawlamadu wanaag u haynin diinta islaamka iyo ummadda islaamka midnaba oo waa kii lahaa wuxuu yidhi wuxuu wal huwiyata waxay tahdiid ku tahay huwa bal huwa ghazwun diiniyun waa weerar xagga diinta ku socda walhuwiyati thaqaafiyatu almuhadadatu huna wuxuu yidhi haybsooca iyo baadisooca aqooneed ee halista ku jirta haddii cawlama timaado هي دين الأمة وعقيدتها وإمدى دين تيدي عقيدة دي إيمان كيبا خطر لغيها وحكو سيدو لي أمدى عدو وكذا قارة بضم وكخيامة بضم وكحب بضم وحكو سيدو لي وحماية الهوية معناها في الأساس الدفاع عن الدين وحمركا هو هوية دي هايبتا أقوانتي بعد الصعود يصمد أقوانتي إسلام كهلا إلى لي معناها دو عوي ودين طول إلى لي لأن التهديد باقو إيمانية أما هاليس باكو سو فوتشيغن أو كو سو فوض له هذه أي عالمية تماضو إن عقيدة دي أمد خطر لقليو لغن كيسو بنا خطر لقليو أو دقاله خطر لقليو أو كبع أود وحيسك الدفاع لباب إيو أو من نوادي أمد لدميو أو أمد لصول حقلو ما رأيك أدو هذا وما هذا أرغتا مرحل إنتا سورة جيستي هل يؤيد الكاتب نكن قراغ اه وان جرب كو قراي كلكي هوراي قراغ قراي تدع عن اما تدعيدن قراي موخو تاغيرسن يحي ال عولمه ام يرفضها الى اراضي ددكو كشيكي سدو ودغي ماركا ادغتو ميو تاغيرسن يحي مسو وديد مسو تاغيرسن مسو وديدين وديدين يحي او وخه شيغ خمانه بدن وا اي ليدahay انت خمانته شيغي با بدن كشيكي isagu waan waxay xuntahayna mu oran way wanaagsan tahayna soo mu qorin laakiin wuxuu soo qoray aragtida ummadda kala duwan waxaanu in badan ka hadlay fanaanteed tadrib taaris laysa sadexaad waxa weeye ikhtar waxa dooratad xulata aljawaab saxiixa jawaabta saxda ah xulo saad u xulaneysa waxa weeye biwadci daairatin goobo geli xawla alxarfi almunaasib حرف ku haboon jawaabta saxda ah saddex xaraf ba jawaab walba la qoray saddex jawaabood oo saddex xaraf u horeeyaan jawaabta saxda ah xarafkeeda oo alif iyo ba iyo jim ba ku qoran ka sax jawaabta saxda ah xarafkeedu gooba geli jawaabta dhan gelimaysidee xarafka qura geli waa maxay marka waahid nafhamu min alfiqrati alula tudaa u horeeyaa hadalka aynu soo qornay waxaanu ka garan karnaa an alawlamata in awlamadu oo waxa la yiraahdo maaragtay caalamiyiintu alif kulluhaa khayr dhammaanteed waa wada wanaag baa laysa fiiha khayr wax khayraba ma leh jiim fiiha bacdu lkhayr
wax khayr ah ku jira ma jiro inoo marka maxaynu qaadanayna leysa fiha khayr baan qaadanayna wax khayr mare sawtu waa maxay ku haday diinta wax isku tahay khayr baa kuma jiro اثنين مركز العولمة حرمت عالميين تهكي كسعطة يقعوه كيا لا هلك حدن تيد واحد تالا ألف في ألف دول الشمال دول ذها الدنيا وقويقة يمكن هذا قلبه دولنا هنا وقويقة الدنيا كيا لا وطا دول الجنوب جنوب واحد وطا الدنيا حاجة كوفرت وأدون كرم جيم وحا وطا البلاد الأقل نموا تلالك نقاله ديالي هيبا وضطا عولمية عولمة وحن ورنا دول الشمال تولدها دون كحق وقوي كويا لا يوروبيان كوي بديهين ايا وطا وحا وكو دولة يددك كالي ايا موليه ورمرك هالكو دك قاري سا اولا يفان تنبضنا وقو ريتان وحا ايا هالكا ايا لا نقارا مباديد وصميسان ايا افكارتو وصميسان ايا كفديان اوودو دان ايا كباهيان ثلاثة نفهم من الفقرة الثانية وحن كفهمينا تدعى لبعض أنا المفتونين ذلك كوي بتلوبي يا عدو فصتي بالغرب الرجال قلبيتكم يا كتب ورعي يدعون وحن كباقيان إلى ألف أخذ الإنتاج الثقافي من الغرب إن لقاطوا وحصو صار كأقونة حق الرجال قلبيتك ب أخذ ما حققه الغرب في المجال السياسي waxay ma ay doolayaan in la qaato waxay hirgeliyeen ama waxay ku guuleysteen reer galbeedku ee xagga siyaasadda ji waxay doonayaan al-lihaq bil gharbi fi kulli injazati ma waxay doonayaan in reer galbeedka la raaco uun wax alla wax kasto ay ku guuleysteen xumaanaya samaan ama wax kasto ay qabteen la raaco taa u dambaysay qabaan in dhala aan in lagu qaato dhamaan waxa reer galbeedku gaaray waxyaabo badan oo anfac labay gaaray oo ognahay naga waa waxa anfac leh in laga faa'iideysto cilmiyan looga faa'iideysto islaamku oo gooyay waa ka qaadato iyaguna waxay doonayaan wax anfac leh inaan ku faa'iideen ee wax xun ay kugu fidiyaan ee nijaastooda waxay ku anfac lahaana ay kala xaran kuwan hadaba ka daba dhacay waxay doonayaan wax oo dhanba in la qaato hadaba mas'uuliyadda haysta waa maxay xumaantoodii wanaagooda xumaantooda badan qofka xumaantooda qaata waraagaba ma gaaro maba gaari karaa dabeedna waxa la xulba aan qaadano saan ugu weygaana dhogortooda u yeelano saan dhogortooda iyo dhicaankooda u yeelano kaana waxa lagu gaano arba nafahmu han ka fahmayna min alfiqrati althalitha tud'a sadahad ana alawlama in aalamiyintu adun kale su faruuro oo la ilaahdo haysta qaado alif istighlalu liliqtisad wa inda qaalaha umada la miirto oo ku waasi midasan qaalada ah qaalada u badanyeen ba tuhaqqiq mazida min arribhi thaqafi ما هو حكينا سام عاش بدن وحق أقانته جيم واجبة وواجب لحماية الهوية الثقافية ما عالميد واحد واجب وواجب ما هي الواحد الغوي علينا يا محي خيب صاع يب بعد صاع يصمد يصور عائلة هذه أقانته ومضه وريد مني ساسين صامرنا واحد مركع مكان سرع نصحينا واستغلال الاقتصاد وإلا جف أيديستو لنميرته ولا ديجميرته نقاله ومضه كله iyaan wali korin in kubcin xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga militaryga midnaba ummadaha aan korin ayaa tumbada lagu ridanaya oo la fuuqsanaya kaydkoodi khamsa fil fiqrata al-akhira tudaa u dambeeya wuxuu sheegaya al-awlama aalamiyintu waa dunyadii hal isu furo maamulkeedii iyo maskaxadeedii iyo maalkeedii iyo muruqeedii lagu sii daayay leey wuxuudina waa marsadeen ba waxba ma yeelan marka waxay doonay waxaa uu ku taan dahab iyo dinaar way liqeen wuxuudii buur hibe cunay dadana intan ay kuula suraa koobaan ayaa wataa markay leh la sii daayay adun wax ku yahay waxba iyagu ma yaalaanba waxa kugu daraama ma hayaan oo kayda yaani kaydkii qeydna oo dhamaysteen dadana kana ku soo socdaan alif saydaratul qawi ala dha'if in ninka awooda badan ay qabsado ka awooda yar oo dawladaha waaweyn qabsan ku yaryar ayaa caawlamadu معنى هدوي با تهدد أنماط الحياة لكل الأمم وهي هل يسكت حي نوعية النرشة أو مده النوريهين تهديد وهي هل يسكت حي للدين والعقيدة انتم أعطنا بواكو هلس مت آني هل يسكت حي مست
qawiga qabsanaya ka kale, dhaqaale ahaan ka qawiga qabsanaya, military ahaan ka qawiga qabsanaya, siyaasad ahaan ka qawiga qabsanaya, ka daciifka noloshii iyo caqiidadii iyo dhaqankiisu banana khatar baa ku tahay. Waxaad ay khatar ku tahay muxuu ahaa dhaqankii wanaagsan ummaduhu noolaan jiray, mid aanay khatar ba ku ahayn ma jirto. Mufradaad iminkana waa erayo tadriib waaxid waa layliska koowaad. Haati waxaad la kaalaydaa jamca alkalimaati taaliya, erayadan waa mufradi jamcooda keen dabeedna minanasi hadalkii hore ee ku dhex jira waa laga dhexlayaa. Haddii laga soo ururiyo ka soo qaad, waa maxay marka hore? Waaxid addawaa, dawaa'u maxaa lagu jamciyaa? Adwiya baa lagu jamciyaa, jamca badan waayah. Waxaa ka mid a arribhu macaash, waxaa lagu jamciya arbaax baa lagu jamciyaa, arbaax wey oo jamcaya macaashi ah. Diin, diinta maxaa lagu jamciyaa? Tini waa diin. Adiyaan baa lagu jamciyaa, jamca diimu. Arbaca darafun waa daraf, masalan cirf ayaa cirfka la yidhahda, koonaha ayaa daraf la yidhahda, gacmaha oo kale qofka marka laga hadlayo lugaha adraaf baa la yidhahda. Waxaa lagu jamciya marka daraf adraaf baa lagu jamciya. Khamsa mawqif waa go-aan, mawqif asalkiisu waa meel la istaago, dabeedna go-aanka qof qaatana mawqif baa la yidhahdaa, mawaaqif baa lagu jamciya marka. Sita alkaari waa maxay alkaari? Waxaa lagu jamciya isagana alkaarihuun, yacni kuwa necab. Alkaari waa qof wax necab, alkaarihuun wey marka kuwa necab cawlamada. Almustadcaf kala tun jileecsanayo ee la dulaysanayo, almustadcafiin baa lagu jamciyaa marka. Addaciif waa ka tamarta daran, adducafaa baa lagu jamciyaa isagana kuwa taagta daran. Tisca almaftuun waa qof ibtiloobay oo fitnoobay, almaftuuniin baa lagu jamciyaa kuwa ibtilaysan. Namad waa nooc, namad ulxayaat nooca nolosha iyo nooc kasta wixii nooca ee nooc si u samaysan nabad baa la yidhahda. Oo imika nabadka nolosheena iyo nabadka kuwa gaalada iyo u kala duwan isagoo kala noolay. Masaajidkan aad ku noosho kuma noola, nabadkan ma laha, weysadaadan iyo maaragtay ma laha, salaadahaagan diintaada ma haystaan, dhaqaaluhu isku mid ma aha, waa la kala duwan yihi, noocyo kala duwan baa la nool yahay. Anmaad baa lagu jamciya, anmaad noocyo. Waxa haddaba tadriib taani layliska labaad, sil bayna alkalimatayn allatayni ta'tiyani macan, sil xidhiidhi bayna alkalimatayn labada eray allatayni labada ta'tiyani macan wada socda, oo halkaa layn baa qoran, halkaa layn baa qoran wada erayo wey, halka hoosan layn baa qoran. Laymankaasi waxaa ku qoran tres leego kelmada ah, midba mid bay la socotaa, mid walba teeda la doono waa la isku dhex daadiyey. Alcalaaqatu wax lagu tijaabinayaa saad waxu fahmaysay say usuliyaad garatiyeen kale. Alcalaaqatu xidhiir baa halkaa ku qoran, waxaa la odhanayaa alcalaaqatu alijtimaaciya, xidhiirka bulshada ka dhexeeya la odhanaya dadka. Ziyaada baa halkaa ku qoran, maxaa markaa lagu qoraya halkan? Ziyaadatu alintaaj baa lala soo doranayaa, kobcidda iyo koridda wax soo saarka la odhanaya marka. Alasar baa halkaa qoran, raad uu shaygu leeyahay, raad uu ka tago. Asalbiya baa lagu xidhaya, raad xun ayay kaga tagtay ama kaga tegaysaa cawlameedu caalamka. Waa raaca asilc baa imika raaca, waa badeecado alaabaha la siibsado. Waxaa lagu daa ereygan kale almustawrada, ee lasoo dejisto ee dal kale ka soo qaadato dalkaaga, yacni kuwa dhoofisa maahe, waa kuwa asoo adugu soo dejisato. Alxabaara baa ilbaxnimo, alxabaara halkaa waxaa ku qoran algarbiya, halna marka alxabaaratu algarbiya ilbaxnimada reer galbeed. Alistiqlaal baa halkaa ku qoran, ka faa'idays iyo boob aliqtisaadi baa loo geynaya, ka faa'idaysa xagga dhaqaalaha ayay ka faa'idaysayaan kuwan qaalada ahee doonaya in adduunka isu furaan. An atiqaana baa halkaa ku qoran, atiqaana waxa weyaan technology waxaan la yidhaahdo ee farsamada casriga la yidhaha. Alxadiita baa halkaa ku qoran, baa lagu daraya atiqaanatu alxadiita, farsamadan cusub ee casriga adduunyadu imika isticmaalayso. Alhuwiya baa qoran, huwiya waa sumada iyo sawraca shay leeyahay hadal alhuwiya. Waa la odhay shaksun laa yucrafu huwiyatu, qof aan haybtiisa la garanayn oo aan yacni cid u ahaa iyo meelu kasoo jeela garanayn. Marka alhuwiya waa sumada shayga lagu yaqaan. Marka alhuwiyatu thaqaafiya weyaan ayaa lagu daray athaqaafiya, waa tilmaanta aqoonta ay leedahay matalan islaam, waa aqoon gaara, waa sumad gaara, taasa idin baabiyaan ay u socdaan. Tusaale ahaan kuwa cawlamada doonaya. Tadriib taalid waxa weeye layliska saddexaad, ibxaf waxaad ka baadhaa can ilkalimaati erayada ataaliyati soo socda fii mucjamin carabiyin dictionary ama qaamuus erabixiye ah oo ku qoran af carabiga ka baa, waa qaamuus carabiya. Wasajil dabeedna qor macaaniha,
معاني أد وكوشره تبعد أدوك قر وما يقدر يقر التنافس ويه وترتل تنافس كم مرة واحد كقولي سال نفسا ونون فأسيب مجرد كلا كبار هذا كبار قاب خذوه وحكبر يقاموس كلا بارو إلا واحد وبعض تعب برا تمر كل ما بعدين كرتيب هذا نتقاب في قرنين اثنين المحافظة وإلالين واحد كقول هذا كلا كبار المحافظة بارس هذا حفظ بعد كبار صح وحكبر حق يفأيض حفظ فعل كما ذكر بعد فعل كلا كبار ثلاثة قولي بقى وياي ثلاثة الاستغلال هذا لما كدر على استغلال كيف فائدي ستو سألوا بارع إليك معني سيدا قرموا يدو سألوا كبارع سواح وي وعاد كبارع غلل وعاد كبارع غين يلا برغام تلقى كبارع الاستغلال وي الاستغلال بايدو سيدا استغلال استغلال بركو غيهي وكفايدي سيدا ميرشد وميرنا يؤمد دقاله هيدا الاستغلال ما هو مدحبنان وحريد هذا الاستغلال هل كيد كبارع سيدنا قاف يلا برغام كبارع سيدنا قلل نهضة وهرمر يفوف وما ضو مركز سواء كبار يسويا بعد كبار يسويا نهضة نهضة أسر كدوهم حي وهم قدوه وصرك عوي وكعي مركز مركز بقاله وما ضو كوركع النهضة ليلة هذا ما قونتو أي كوركع يسو دوين هكا كبار الشخورية وارد الليل إيا مارت كدقشو إيا مارت قورسي وحلولي مركز سخر بعد كبار يسا هالكاسي وحقود ماتي دنا وحددي سقالات هذا الوحدة العاشرة waxaanu gelinaa imka chapterkii 10aad ama qaybtii 10aad an nadaafatu bay ka hadlaysa al muslimu yahtamu bin nadaafa uwan ku waka qofka muslimkihi wuxuu ku dadaalaa nadaafada uu ku dadaalaa waay si ugu dadaalay qofka muslimkihi wuxuu ugu dadaalaa diintiisa faraysa haduu muslim diintiisa toos u dhaqmay yahay nadiif buu ahaanaya john ninka la ilaahada wuxuu yiri ma atyab al udra maxaa ka wareysan cadarka alladi cadarka tistaamiluhu aad isticmaashay al yawma maanta يا عماد عمادو عذر وناك سنباد ما أنت استعماشي العذر كاقو في عنا شون باورنا إياه شون كاسي مقعي مسلمكو اللي بيحجر ماها وانكا صور كيس عذر تصور كثيقة حرم مرقسو لي وراء عذر كاقو استعماشي وناك سنة عماد بايري شكرا واد مهاتمتا يا جون شونو واد مهاتمتا أمانتا دقو أمانتا عذر كان شون بايري أراك وحنكو أركانيهو تهتمو بالنظافة نظافة دواز كود داشا كثيرا ينفر بضن وصوت ومحيب لي عماد بالي حقا وارهن حقا وارهن وان كده دالا لأن الإسلام إسلامك يحف نوره القليا ووفريا المسلم قفك مسلمك على نظافة إلى نظافة إلى عليو أن قف مسلمان هاي ودين تسخو رغمية تاسا يقوعا شون بايري وهل يهتم ومي كده دالا كل المسلمين مسلمين تقرمي بالنظافة النظافة مي كده دالا مثلك السادة وكلا مسوى أذيك أون مرقات شون ماها سو والله قف يعني مسلم ما هم دبيرنا وحول العماد نعم ها مسلمين توي كده دارن ما هي يلي لأن على كل مسلم قف كسته مسلمة وح واجب كوا أن يتوضأ إنه ويسيستم ويغتسل إنه ما دوا واجب ما هصنع ويتطهر إنه سنديفيه ومثل استجيسته أخمار الناس كنا ديفيه جنابك ما يدو واجب جنب هذه نظافة الجسم هذه من خشية كيسي ونظافة دي حاجة شرطة وماذا عن نظافة الملبس ترك نظيفين في سنة محو إسلامك كقضاء على دوحل يهتم المسلم قفك مسلم كوحو كده دالا بالنظافة الملبس ترك إنه النظيفي يمريها ويحليها كما يهتم سيدو كده دالا بالنظافة الجسم شرك النفتي سيدو نظيفين ترك نواء إنه النظيفي فتكون وين قطع مركا ثياب قفك مسلم كان لركيسو نظيفة مد نظيفة دائما هذي يقور شموح فعلا سيدة خنطة أما فعلا سيدة شرطة النظافة النظافة ظهرت أمر واخر مهم آذ ومهيمة وقيمة بضو قفر إذا عندكم إذنك أكدين هذا مسلمين تتين سان أركي يعني أنا أدوحوري وهناك نوع ثالث هل كاوحة شراء هل كاوحة شراء ومسلمين تتحدث إذا يدين تسلام في الأحد يسوحة كترة نوع ثالث نوع صدحات ولبا ومن النظافة النظافة ويمك أدو آرد شيء أما آرد قرنين باكربور شركة نوات شيكتي barkana waa sheegta ku sadex xaalad islaamka ku jira baajira horadi waydiin chamber ma huwa oo kaasina muxuu aha amaad wuxuu leeyahay nadaafada nafs nafta lafteeda nafta miyala arkaa maya nafta oo la mayro oo la nadiifiyo islaamka ku jirta chamber ma la taqsid waxa maxaa u jeeda yaani chamber garanayaa nafta loo nadiifiyo xulee wax maxaa la tiri maxaa wax u jeeda waa maxay nadaaf naf hal nadiifiyo maxaa macnaheedu weeyaan buu
ثم بوحولي ماذا تقصد؟ ما حد وجه ذاتها. أنا بوحولي يحب يجب وحواجبه أن تكون أن يكون له يحي المسلم وقفه المسلم كاهي نظيف القلب قلبي يس يمسكح ليسه لا بتسير نظيف نقطويا. يحب وأنه سدون نظيف نقطة. يحب وأنه لج عليها الخير وحونا لسان لأخيه ولا لك وأنه لج عليها كما يحب لنفسي سو نفسي سو لج عليها حاسد معها نولو غوروا معها ترنك النح ملح يوه كفر حيا وحا ولا لك وكرة يونا لسان ودين تاكو عربي سيبو جمعه شكرا وضمها تنتهي يا عماد عماد فقد تعلمت منك وحاديك كابرتي اليوم ما أنت الكثير وحب ضمان كابرتي وحاجة دين تقصها بسنة ووناك قصها بسنة وضمها تنتهي بول هذا استيعاب معناها أن صوشي قلني إن لفهمه أي أي مكانها الكلام كقرن تدريب واحد والله يسك يعني كوبات بعلامة صواب علامة الصحة واحد صارتها أو علامة خطأ أما تقلتك واحد صارتها أريضا ثم صحح الخطأ تصح علامة الصحة هو سيدي حاجة نقصوك الصواب حاجة كقرن صحح لا كسوريتي تخلدنا أنت تخلد صحح لا ذوقر يهوف الإسلام إسلام كوف ديره قرينا يا دين الإسلام المسلم قف مسلم كا وحيكو ديره قرينا يسا على نظافة النظافة تاسوا صح سيدا سان لو قرية حاجة دم لو حاجة لو قرية اثنين يستعملوا وح استعماري أما استعمارا جون نكلا إلى هذا العذر عذر كوي استعمارا تاسوا غلط وح استعمار العماد ده لأنه حضرنا سيستعمل العماد العذر بعد حاجة لو قرية ثلاثة كل المسلمين تأرمي يهتمون بالنظافة نظافة ويكود دلان دين أهان أو فرسو دين سيفرسو وطب مكاساس يسحق طيب أربعة ثياب المسلم أركا مسلم ونكا مسلم كي كشيما قفك مسلم كي تكون نظيفة ولا نظيف نقطة في الصلاة مكو صلاة كتيرو فقط وكري ممرك صلاة عن تاسوا غلط مروا البواء نظيف حدد أعطاك ثياب المسلم تكون نظيفة في كل وقت ما ذكر قرصة في صلاة ما خمسة المسلم يتوضا قبل الصلاة قف مسلم كأهي أنت على صلاة تكون بديت ويسيرت وارهم صلاة يوم ويسيرت يوم صلاة هريسة تازن وصلاة سحقتها تدريب ثاني لا يسك الله بعد رتب الجملة إسكوها به إسكونها جاية الجملة ده أتاري تصوص على كما وردت وقص أررت أما أقرني في الحوار وهذا الشيء كيس يجيب كان قصوب حني ما كان سير لو قريبكم حاقرا وحقرا ثم سأله جون عن نظافة النفس أيوه أيضا هذانا تأساس وقرنتها اثنين قال عماد إن نظافة النفس هي حب الخير لكل الناس نفط أو نظيفه وحمعنه يدو يحي إنه قف قلبي يسوى ناسين يحي وضط كله ولا قلت شعر أو نحاسي ذاهي أما حمان كلي حقد أنقبين ثلاثة قابل جون عماد واحد كل مين جون وحو الله كل مين عماد نكال إله أربعة قال عماد لجون وحو كوير عماد بعد جون كويري إن كل المسلمين دتك المسلمين تأرمي يهتمون بالنظافة النظافة ويكود دالان خمسة وسأله عن النظافة في الإسلام تبا نوحي ويدي نظافة إسلامك وفرعي أي ويدي سيد مكة هذا بو قريسة أي مكة سيوك الهريين بالو قرية وحا الرئيسة وحا قريسة سلزحاب القيسة قابل جون عماد وحا كل مي جون وحو الله كل مي نك عماد ليلة أي ملكي هري الله كل مي دوليدنا وسألوا عن النظافة في الإسلام تاسبت حسين سوات السنادي وحده بيدنا ويدي نظافة الإسلام وقوه أي ويدي أما وفريه دوليدنا وحده بيدنا يدي قال عماد بعد اللي جون يقول إن كل المسلمين هذا مثلا مسلمين تأرض من مركو ويدي يهتمون بالنظافة النظافة ويكود دالان ثم سأله عن نظافة النفس أيضا تبين هذا نوح ويدي نظافة النفط وامحي انت كلاوة قرتي نظافة النفط وامحي اي ويدي واساس سوها بينس ومعنه اريد لفتو دي ماها دي نوح ويدي قال عماد بأن نظافة النفس نفط النظافة دي وحي تهي هي حب الخير لكل الناس وان دادك قرر ادوناك لا تعلق انه وناك سنادان ووناكو بكفر حضو ونونقو قفترا كلحلة ايو دادك وحكر اعرادك النحي انت هاسينا ساسا لو قريب مفردات بايمك نقرأ اريو تدريب واحد وحالا قبرا يا ليس الكوبات كون جملة جملة كالسماء من كل كلمتين لبا اري اوكستا وقوها لكم قرر جملة كالسماء لا تقلوا ايه كي يراني الجملة جملة اذيرين سمينيسا من خمس كلمات عن خمس كلمات شان اري ايه كي يراني
محل كان قرن يتوضأ والصلاة سادو ويسي سابا قرن يغتسل الماء بيه كم يدابا كو قرن يهتم النظافة وكود دارابا كو قرن يخص الأب أبوه حكود ليه تقرن يابا قرن يتعلم الدرس عشر كو برن يابا قرن ينظف الثوب مرضو نظيفنا يا مركا إما لبلابي أريبا لغا قري إلا أغو يراشان إليك جملة دي بكدك. تدريب ثاني إملأ الفراغ إملأ الفراغ ما يشبرنا واحد كبه حساء بكلمة مناسبة كلمة كهبون أو أكثر أما هذا دون تقبدي مهاجرا على كل مسلم قف قصتهم مسلمة واحد دشي ساء يعني أن يتوضأ أو كره ويصلي إنه ويسيسته أو تكدو على كل مدرس أن تبعنا أدو كبه واحد قف قصتهم مدرسة كو واجبة على كل طالب أرتك سواح كو واجبة أن إنه هذا صدى على كل أب أن واحد كو واجبة أبك سيد وساء هذا على كل زوجة أن ina ahaata haas kasto qabad kasta ala kulli ibnin inan kasto oo aabo dhalayba an waani marka waanad siibu xisaab aswaar tan wax weyn hadaba codad jiba lagu baray imka tafkhim ar-ra'i wa targhiqha raado oo mar la weyneeyo ama la cusleeyo hagoog loo sameeyo iyo had mar la khafiif la yareeyo oo si khafiif ah loogu hadlayo horta marka waa baxay متحركة تادي وحركة سمالي نبريا وايا مركا مقصورة هذي هوس أبنت هاي ومرققة سي خفيفة والله الله وحكا ربح من باك كميزة معاش كوكا رجال رماح مركا هوس والله الله يضو أمركا محوها مرققة لفدي دي متحركة مركا حركة سمت هاي وحن نقطة مضمومة أما مفتوحة مركا حركة ليه ده هاي أوليبا إلا وضع من ليه ده هاي خصول باك كميزة مفخم هرتوي هدي اي هدي اما غودنت اما قرمته وا لوينيا رسل يا قربا يا ربا مجودين تاي قانا او تاني تاي تخصصكودا قاو كوغو دوا قيا اهل تجويد كاري هذا مفتوحه مفخمه هدي قرمته وا مفخمه وا لوينيا رقبا رجل يا قراء كواسنا وا تفخيم ما ترقيق ساكنة مركي ريبان تهي قبلها كسر هذي ريبان تهي حرف كورة يهوس لمن يهي مرققة سي خفيفة لغونا باقة سر عاون باقة ميدا در باقة ميدا سر باقة ميدا كواسو كري هذي يدو ريبان تهي حرف كورة يهانا وهوس لمن يهي ترقيق بالقسمية والخفيفية قبلها ضم مخفخمة هذي ضم كورة يسوي ريبان تهي يدو هذي ضم كورة يسوي ريبان تهي والوينية وهذا غرفة غرفة يا قرآن يا كفر ومالك ساسو قلت هاي اي تاي غرفة يا قرآن وقبلها ضمن ويريبان تاي مفخمة ولو غرفة با كميدة قرآن با كميدة كفر تاوحة وي او قلت هاي وكذا هاي وان رأى ريبان او قدال كورة مالك فادي باولو حيث مالك ريبان قبلها فتحة مالك ريبان تاي فتحة كهريسة مفخمة ويان وعن كميدة قرية ويريبانت فتحة كهريسة مريم ايا كميدة ويريبانت فتحة كهريسة اركب وانفول ايا وعن كهريسة رابا كهريسة وعن فتحة كهريسة ويريبانت مركبة مفخمة ملاحظة نحوية اما كوحوين تلعو اما الضيمو ديبو ايجيس اينو ايجي نمحي حق النحوة دي لحرينا الاسم موصول من قال لنا اما كاسم موصول الذي أرجع له هو كي معنيس والله استعمال للمفرد المذكر والله استعمال من كلي أمشي كلي اللب اللذان وح الله استعمال للمثنى المذكر لب اللب اللذان اللبدي الذين وح الله استعمال لجماعة الذكور كح لب ورجع أما لبقة والذين هذيل إلى هذا صدح يوح عن إلى ما لا نهاية ملايين هذو تري الذين أمويان شمع صدحهم بأوير حق السرق كما حد كما لحد التي وحى الله استعمالها للمفردة المؤنفة متكل يدهور لديكبر التي تي واللي جمع التكسير نوى الله استعمالها شمع التكتبي لغير عاقل وحى وحبا قرنين ويان وحى فربضان وردك أه وشمع تكسيره شمع نصالما صدح شمع فعليه بكجرة شمع مذكر سالم يجمع نصالم يجمع تكسير مذكر سالم هو اللبون مؤنف سالم نوى ردكون تكسير كوي وداقان هذا بس من تفسيركم مركو ددق يهي ولبا او يهي وحان عقل لهين ام بني ادم هين صراحه والله استعمال الله تي الله تان وحا الله استعمال
للمثنى المؤنث لابد دق ابا لو استعماله اللاتي وها لو استعماله هي اللائي لبدا قلبه كادونت اما اللاتي اما اللائي لائي لجماعه الناس كوخ دديق او صدح كبلاونتا الى ما لا نهايه ادرس هذا برو والله حد فيرسو الحمد اما وحله لله الهي الذي عليه انزل كسو دجي على عبده ادون كيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الكتاب القران الذي واسمك موصول الذي والهي هو واحد احد واللذان ياتيانها منكم فاذوهما واللذان لبضا ياتيانها حمها لي ما دزنده او منكم اذا كيد كمدا فاذوهما دبا او يعني عقاب شرعي اه كقوية واللذان لبضي بالي لقد كفر الذين وها قالوا بكو قالوا يرين الله الثالث ثلاثة كو يروا كريستان كإلهي صدح بو صدح بو صدح صدح ايو صدح اياه صدح بو صدح اياه صدح بو صدح كو يهي معها صدح بو صدح اياه وحوي صدح بو كمديح وهذا بكر ايه ساقب اليه وكريستان ثالث ثلاثة صدح كصدح ادوي وكمده صدح لما صدحين كرو صدح ولا افرين كراون لكن هذا يسأل بعربي الرابع وأربعة هذيلا أما خامس وخمسة أما سادس وستة أما ثالث وثلاثة معنى هذا وحوي كاسن وكشرة صدح بتكمل دويا معنى هذا صدح بو كوسدح يا حوي كوسدح يا أو كمديا مرجع محي نوشي إن الذين من خصوصا هنا نقول لكن الذين وحوي وجماعة وركوا أمضت من وح دين كريستان كايستا وملايين وكبدينهم مرك الذين هم برونايا صدح هذو قاري هذو ولقي بصعود قد سمع الله إلهي وهم قلي قول الله تي تي هذا الكيدي تجادلك كل الدوديسي في زوجها نكيد كله هليسي الله تي وقبرنا كريم إن أمهاتهم ما هو ينكد إلا الله ولدنهم الله وتعالى سمع مؤنثك هو ينكد وقوة لا ينكد كلامه هاتان لبضني هما لبضني الطالبتان ولبدي أرضيضات ولبدي أبلاه الله تاني لبدي دخلتا أم سي هنا لبدي شلي هلك سوق قليوية الله تاني مخلونه لبدي ولبدي أرضيضات شلي هلك سوق قلي تدريب هذا بقى وحال لو توبر يا موضوع بين الاسم الموصول اسمك موصول عده أدوك الشيك كما في المثال سوت صارها كقرن الاسم موصول حقنا لو قرية لأن اسم موصول بتجار قريسة وحوية مركة واحد اقرأ باسم ربك أخرج الله مجي عيسى الذي خلق الدون كان أي عالم كان الله أبوري الذي هلك سوق قرية مركة سقط سالها بحي هو خلق الدون قر اثنين ومريم ابنة عمران مريم قوينة عمران التي أحسنت فرجها إلى رسي حمه عفوا حمنتي ترنكة حمانك إلى رسي مرك الله تبارك وتعالى يقول إسح أو مفرد مؤنسة ثلاثة والله إيه اسمه دو مرك كقوسي من المحيط إني عادة كتماضو أو من النساء دو مرك كمدا الله تبارك وتعالى يقول إسح مرك الله إيه ويان يقول إسح أو اسمه صلوا كم ناسة أربعة ويقول الذين كفروا لست مرسلا وحيكون ليهين كوا قال الله رسول متهيد ويقول إسح الذين وجعل للذكور للجماعة الذكورة خمسة تبارك الذي وحصل رأي الله أنزل الفرقان كتاب كان حق أكسود الشيء حق يبادر كقال الصافي كقال الصوعي على عبده أدون كيس نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الذي بقول إسا الله هو الأحد ستة اللذان النجحاء لبدي قوريستي يا أرضي أخذها وحي قاتين جوائز كثيرة جائز سبضهم قاتين مركة اللذان يقول إسا اسمه صحيح أنه سوق إسا فهم المسموع إما كان وإن لفهمه وحي لدقيسي وما كان عجلت لدقيسه استمع للحوار وضع شاكيسك عجلت لدقيسه ثم أجب على الأسئلة سؤال هنك جواب واحد من ينتظر موسى قفك موسى سوق يواقهما أين عيسى هالكوتشوغا ثلاثة ماذا يفعل عيسى محوسمي أربعة إلى أي شيء يدعو الإسلام دينة إسلامكم حيثتك وقباقسة خمسة كيف تكون نفس الإنسان سينفت قفك كون نقون كرتا نظيفة تلميذ نظيفة بعدين جوابك كرتا انت صورا مرد لقيسته محوها حوارك طوبنا عجل ده تكلم هذا بأي مكان هذا تدريب واحد وليس كوبات تبادل الأسئلة والأجوبة اسو إدارة ويدني والعليل وسؤالي جواب مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي
وشغل الله وقف قبنا يان أو هذا شيء كيسة. واحد كم مرة تنظف أسنانك في اليوم؟ إم سب قربت ما أنتي نظيف صار عضيتها الكل نظيف صار وذكرك عضيلا. اثنين متى يتوضأ المسلم؟ قف المسلم قرم ويسيسته. ثلاثة متى تغير ثوبك؟ قرم ما تكبد سامرضة. ذكرك عضيتها. أربعة كم مرة تغتسل في الأسبوع؟ إم سب قربت ويجي ميرتها. خمسة متى تستعمل العطر؟ قرم عطرك استعمال أساس مرسا. ستة هل تحب الخير لغيرك؟ تذكر كلا خير كمية الله تعيش وناجة. لماذا هذا الله تعيش ما هذا الله تعيش؟ تدريب تاني ماذا تقول؟ ما هذا تقول هذا؟ وماذا يقول زميلك صاحبك محوليه عن كل واحد مما يلي؟ وهذا صوص عضا محو أذوق محاد كقبتها صاحبك أبو سمح كقبه. والله ما هي مرقى صوص عضا وتوان شاهد ثنائي وحوي ووضع شاكيس اللي بتجيس ودلقه ولا وقف سمين أيام تبي الناس ويدين أيام. رسول واحد شخص يهتم بنظافة جسمه فقط قفك كده دارا إنه كركيس يكلكيس أون شرك نظيف كلية واوح كلك شغير قلبي جيس نفتي سما طاهرني قفك هذي واحد لا يعي نظافة شركة نظافة نفسنا خضر. اثنين شخص يهتم بنظافة ملبسه فقط كهذا شرك مكده دالي أو شرك منظيفني حتى مريها مجارين كنا مريهم بنظيف هذا دول شرك ما نظيف يبقى قف نوح كودة دارا مريها أوكري كاسي مريها تلك هي النفط ناها كودرو. ثلاثة شخص يهتم بنظافة نفسه فقط من بعض نفطه انك شغية وقلبه ونايسن يمارتي عباده ونايسن يذكره ونايسن كتلا ومريها نديفين هذا دار دركنا عن نديفيني وصف ذاتك قارية لجرين تقشف في أولين شرين انا قف يعني نلوش نلوش كرين ورادو لكن نظافته ومن الدين يدو والله قامران. أربعة شخص يهتم بنظافة جسمه قف كود ذلك إنه شرك نظيف يوم ما يدو وملبسه ترك نظيف يوم ونفسي نفسي سقلبك هي مصلحة لنا ما ذي فيه جميعا ما أبغى قف أسوق في عنق القام. خمسة شخص لا يهتم بنظافة بيتي قف كأن جوري يصير نظيف أن كود ذلك من حقيقة قبطان جوري أن ملاك راهين مكان العمل حفيز وكل شقيني أنا نظيف نيني أو الدراسة ما ماشوا حكبرني كام عادة ما يسولك كان الله ما بعنا نظافة أنت بقول له بهي هل قد وحكو هل قد دقنت هاي هل قد مارت الشكل الشقيني سو هي هل قد وحكو برنسا أنت صوب قوابط بقى إنه قف النظافة ماشي بشوق بك الشقي. ستة شخص لا يهتم بالنظافة الحي قف أنا كنت داري حافظ ودقيني هاي نظافة إذا أنك قريب قادنين كان الله ما بعنا وأنا في قريب قادتها وما حي المدينة مجالة أما المدينة أعتبر كل حي وحافظة المدينة مجالة التي يسكن فيها أي مجالة لفتيد ومجالة لفتيد النظافة إذا وأنا قف قريب قادتها هذا نجارهان حافظيها وأنا خسي قيم قاتا هذا نجارهان بريجيها وأنا خسي قيم قاتا هذا نجارهان سكولجيها وأنا خسي قيم قاتا نظافة الجود يتجارك أنت بقى هذا نشركيسي يمرز فوق صونه قلنا خذ نفسي سوق براوي مريز أكو حقتا قلبي جيسا أكو حقتا بريجيسا أكو حقتا قمت ودقيها حافظ أكو حقتا ودن كا أكو حقتا لأن حرام مصلع هوس قصة براوي تهي أيام خواد ديال قلو فكر واحد كفر ارتفلي جابت عن سيرة التالية إن أكتشف أكتشف على هالصوص أذكر آية آيات شيك آيات قرآن شيك هو حديثنا ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيك يتكلم عن نظافة ونظافة كهله هذا صوق هذا. لماذا يتوضأ المسلم قف المسلم يروح هو يسير يوم حي ثلاثة وكتشف أبي دورا أنت بدون سؤالهن ثلاثة كم مرة تتوضأ في اليوم تقريبا وغيران تصارهن إم سك قربة ما أنت هو يسير ستم. أربعة لماذا يغتسل المسلم عادة يغتسل محو أمة إذا قفك مسلم في عادة أهان إذا قنهان وحو أمة إذا وام حي يعني عادة حق دين تملك لقاء إيغو يقول يا أبو أمة إذا ولا وشيك دروا حق كم إذا جنابة إنو كم إذا ما أنت سبعادة سمعادة أمة إذا وعقلو كم إذا إنو مارت عيدها أمة إذا وهي أبا أسبحة كتران معاني حق دقن كدينة كو كتراء نظافة قوت إذا السلام كسور دوين إيو كوابا أي خسر بطهي أما أي سنة هاي أي أشرا الإسلام والطهارة يبقى عن قال لنا إسلام خير نظافته حريرك إليهن يكاد حيا دعاوه حقوبة قال الإسلام إسلام قططكوه حقوبة قال النظافة إنه قف نظيف نقضى تركي صورة مركورة والطهارة طهارة يد وعداد ونظافة واجبة ونظافة واجبة نظافة أسر كيد وان إسم نظيف لكن طهارة دليلة ونظافة هدنا واجبة أما صنعة أما صنع دينية أجر كتره. قال الله تعالى وحوري إن الله إله يحب وحوش عليها التوابين وتعادي وصوقاتي أديه كويديني كويلها وطابط كيرا يهديد بابا إلها وصنقضة ويحب حقر إلها يتعليها المتطهرين كويس نظيفية مارتة تركوذة نظيفية
عبادة هانكو نظيفية قلبي هانا نظيفية. وقال وحول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحول يلي الظهور اسم نظيفنتو شدر الإيمان وقيب إيمانك كالبر كيبوية. وأنزل الله إلهي سوحو سودتي الماء بيها إلهي با سودتي من السماء عركا إلهي سمدا بيها كيني ليتطهر بها الإنسان سوقفك سوقنا ذي فيه إلهي سمدا كيني با. قال الله تعالى وحولي وينزل عليكم من السماء وإلهي كسودتي عركا بيه ليطهركم به سبيها أيضا كنا ذي فيه إذنك. وحصل الإسلام إسلام أما دينة إسلام كوحا كل ذي قريسي المسلم قفك مسلم كا على نظافة جسده شركي سينو نظيفيو وملبسي مريها وحريها ومسكره ميشه ودقيها والبيئة الديقانك أيضا التي الديقانك يعيش فيها وكنو ليها يدل كيسة أينو نظيفيو. يتوضع المسلم قفك مسلم كوحا ويسيسا في اليوم مالنتي خمس مرات شن غرب ويسيسا للصلاة صلاة والغيها بين كلك ويسقب كتكدو لكن سيدة بقى إن المركز توي سيستفضل بضمة إنه عبادي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوفي إن حديث من قدوش سهاته لا يقبل الله إلهي كما أقراضه كما أقبله كما أقدومه صلاة صلاة إلهي ما أقدومه ما أقبله بغير الطهو نظافة الراء لقدت كذو يعني ويس الآل لقدت كذو أما يسيش الآل لقدت كذو يسيش دي وطاهر وطهارة وانا نظافة وانا عبادة ما هنس كما يدعون وانا عباده وانا نظافه لبلا ويلين ويسدنا وعلمين هذا الغفو استيجئي ويسقبين إلهي كما أقبل يسوك سادودك كما يتوضو سيقو ويسيستقفك لأداء عبادات أخرى عبادوين كرؤون صلاة دباهين ولو ويسيستا مثل واحد كم قراءة القرآن هذا الدولة القرآن كأخرى وعباد أخرى القرآن كي ولو ويسيستا وأضمان كتاب كأخرى والطواف طواف حول الكعبة بيت كعبة قف قطو خطوة وافيرة ويسلام كم توافه وصل صلاة. وعند الوضوء ملك قف ويسيسنا يو وعند الوضوء ميسب أكثير يغسل الإنسان قف قوح ميرا وجهه وجهه سو ميرا ويديه لبض كعمضة وميرا ورجله لبض الغوض وميرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ألين بكورهم يوم إذا قمتم إلى الصلاة قل صلاة أو كعيسان فاغسلوا وجوهكم وجهدين ميرا وأيديكم كعمهن ميرا إلى المرافق شغلة الجارسية ومسحوا بالرؤوسكم مدحيدي نبيها مريا وأرجلكم لغوهين الميرا وأرجلكم حقوا لكم عطم طيب بالرؤوسكم مدحيدي نميرا وأرجلكم ويقر ربان طيب ووحيابها عرابتها دان غفكوا أقول إنو كرسارا كو أتكاتو حقوا عطم طيب مركا أركيسا وأرجلكم نميرا وفعلك كو عمل فريا وحو حق هروي هايو وحو فقسلو دوييان ومسحوا دماءها وأرجلكم نميرا هذا أرجلكم بين قلنا عربي قال أقو حق دم الله جحريه والهوس بلا هذيب الرؤوس الله جحريه أو مسحات بين قلنا هاي لكن أرجلكم بقرن لبهين أنا ما يلا إلى الكعبين واحد جالسين سان لغها كرامها جالسية هذا بين الوضوء ويسدو نظافة ونظافة مستمرة شوكتة أنقرق رقف ديني أو لتشس بتشل كلية هاي يتكرر ويسار نقرقتها ويسدو في اليوم ما أنتي كثيرا فربضا شن وقتي أما إن كير ما هنقطه أما إن كبدنبا وقفوا سنياشن ويسيسنية سنياشن ويسيسنية فيزيلوا وقفوا اسكب بابين يا مركا الأوساق ووحي وساق كل عضي وفيرسو شركة انت ضنان ووتيقة ولغها وقعمها وإيت الشرم سنكا برامه ووجهالك قصوا برامه قفك وقصوا فوره مركو قهر يسبا انت يا مروض الله ميريا ولغب بابين يوحى اللوحي حمارن لا يكتفي كمان مارمو كمان مارمو كمان قابصدو المسلم قفك مسلم كاهي بالوضوء ويسدو كمان قابصدو وحده كريدي وليضيف وحو قدرة إلى ذلك الغسل ويسدو إلى ذلك ويسدو وحو قدرة الغسل ما يربو قدرة لنظافة الجسم سونا ذي في الشركة كله دمان تيبا ويغتسلوا ما يدا المسلم قفك مسلم كي من الجنابة هذه الجنابة أي ساميسة الشركيسة وكم ما يدا وانا واجب ما هو ميد السنة هي وميد عبادة وواجب ورسالة الجمعة صلاة الجمعة نو ميدا وميد يسقون عبادة أو غيران سنة مؤكدة قليها قرن وواجب إليهم ورسالة العيدين غرض صلاة العيد يقرن ميدا وسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسول كوحيري غسل يوم الجمعة
ما أنت جماعة ما يرشده واجب واجب يكون طاي على كل محتلي وفق السوق عن قاري وكواجب مركب مذهب كين أنت صارهان شافعية وسنة مؤكدة سنة حوجن وأدقوية وهو واجب نقوله وتغتسل المرة قبل دوي ما يرتايده وحوصيد إرادة أنت عنك ويل وذاك تام وحوصيد إرادة إذا طهرت هذيك النديفودو من الحيض عدد الضمر كأبشة أي مرأة كارت ويوم من النفاس ديك للمضى لبدا المركة كارت لماذا إنما يرتوى واجب وعداد ويهتموا هذا بكود دالا المسلم وقفه مسلم كاهي بنظافة ثوبه إنه مرضي سنديفيو كما يهتم سيده قد دالو بنظافة جسمه شرك إنه نديفيو قال الله تعالى إلهي وحييري وثيابك فطهر قرآن كي كترتابة يعني مريحة نديف أي إلهي قرآن كشيري سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق.